ممكن برضو ورقة زبدة تانية. خلاص بحطهم كده وابتدي بقى ان انا احط الايه كل الكريبات بالترتيب ده. شايفين كأني بعمل طبقة كده تحت فرشة، بالنسبة لي بعمل لنفسي فرشة. نجيب بقى اللي انا عملتها دي كمان هنا اهي، واللي خلصت اخر واحدة اهي.
كلها كده برضو مكسرات كيكة حاجة على الوش كده لونها افتح شوية لو الشوكولاتة غامقة معاك، لو مش غامقة مش محتاجين تعملوا الحركة دي، بس كده.